يا سيدي جيت في مره رحت انترفيو لقيته بيقول لك انا عندي ترافيرس وانت لسه نازل الموقع جديد وعايزك تعرف لي خطا القفل بتاعه قد ايه، هتعمل ايه؟ مبدئيا هتبص على النقط بتاعتك كام نقطه، ولازم تنزل تاخد راوند كده تعرف النقط ايه اللي شايفه بعض. المفروض ان طبعا اساسيات الترافيرس ان كل نقطه بتبقى شايفه اللي قبلها شايفه اللي بعدها، فبتيجي تفرض ضلع في الترافيرس وليكن مثلا انت عندك 8 نقط، فالضلع بين نقطتين 1 و2. نقطة رقم 1 اللي بديت بيها هي اللي هتنهي بيها، هي اللي هتعرف منها خطأ القفل بتاعك قد ايه. بتقف على نقطة رقم 1 وتربط باك سايد على نقطة رقم 2 وترفع نقطة رقم 2، هيطلع لك في فرق ملالي سواء ملي 2 ملي. هتاخد نقطة رقم 2 بالكوردينيت الجديد اللي طلع لك وتقف عليها تسامت عليها، وهتبقى هي النقطة المحتلة بتاعتك بالكوردينيت الجديد، وهتربط على نقطة رقم 1 وترفع نقطة رقم 3، هيطلع لك كوردينيت مختلف لتلاتة عن اللي موجود عندك في الترافيرس. تمام، هتاخد نقطة رقم 3 بالكوردينيت الجديدة وتقف عليها وتربط على نقطة رقم 2 وترفع نقطة رقم 4، وهكذا كأنك بتسلسل بالظبط لحد ما توصل نقطة رقم 8. طبيعي جدا النقطة رقم 8 تبقى شايفة نقطة رقم 1 لأن الترافيرس، فلازم النقط كلها بتسلم بعض. فانت دلوقتي بقى عندك انت وصلت النقطة رقم 8 بكوردينيت جديد خالص، هترفع بقى نقطة رقم 1. نقطة رقم 1 هي اللي هتبين لك خطأ القفل كله قد ايه. ممكن تلاقي مثلا نقطة رقم 1 فيها حوالي 3 سنتي 4 سنتي 5 ملي على حسب، يعني ما تتخضش من الرقم اللي هيطلع لك. تقول لي بقى هصحح الترافيرس ده ازاي؟ اقول لك الفيديو الجاي ان شاء الله.